ليكي ليكي ملك شو عم يقولوا هون؟ اعتبارا من الاسبوع العاشر للحمل بتكون المرحلة الحرجة لتطور اعضاء الجنين ونموه مرت. ايه هيك عم يقولوا. تفضل. الاكل جاهز علي بيك، طلبوا مني اني اخبركم. ماشي جايين يلا. شو حبيبتي ملاك؟ جعتي؟ ايه انا جعت شوي. خير لسه بدك شي؟ لا كنت بس بدي اعرف اذا بدكم تجوا تاكلوا. خلاص جاي. ماشي. علي اكيد شافت الكتاب. ايه وتشوفه؟ ليش لحتى انت تخافي كل هالقد؟ خلي هداك الواطي يخاف. صدقني ماني خايفة منه هو، بعدين هالزلمة ما عاد بيهمني ابدا. طالما انت معي انا ماني خايفة من اي شي. ندمان شي؟ على شو بدي اندم؟ علي نحن وعدنا بعضنا انه نكون مع بعض بكل مكان وبأي وقت. انا هون كرمالك. انت هلأ صرت بالنسبة لي اهم شي، وانا رح كون معك دائما، وما بدي اياك تزعل مني بنوب. لما انا كنت صغير كنت حس بالذل وما كنت حب اني اجي على هذا البيت، بس هلأ انا قوي لأنه أنت واقفة جنبي. وأنت عذبوكي يا ملك، قالوا لك لازم تتركيني وضغطوا عليكي، شو العمل؟ نهرب ونستسلم؟ هذا يلي بدهم إياه، بس نحن ما رح نسمح لحدا يزلنا، اتفقنا؟ نحن ما إجينا لهون من شانهم، من شاننا. بس أنا خايفة تعمل هيك وتتغير يا علي، شو بيضمن لي إنك ما تصير مثله؟ ما رح اتغير. شي واحد بس رح يتغير، اني ما عاد اسكت لحدا ابداً.